أهلا بكم إلى عناوين الأخبار من القدس دوت كوم. الإضراب الشامل في قطاع النقل يشل حركة المواصلات بالضفة الغربية احتجاجا على الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات. إصابة 5 مواطنين بينهم طفلان في 4 غارات شنتها طائرات إسرائيلية على أهداف متفرقة في قطاع غزة. استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم اليرموك بدمشق إثر قصف قوات النظام السوري للمخيم ومقتل 27 شخصا بانفجار وقع في مدينة حلب. إقامة حفلات موسيقية ليلية راقصة في منطقة القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى شارك فيها المئات من جنسيات مختلفة. مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في حي صدر الشيعي شرق بغداد. ومقتل 69 شخصا وإصابة العشرات جراء أمطار غزيرة وفيضانات في باكستان. وأخيرا، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام. تحية لكم، إلى اللقاء. أهلا بكم إلى الموجز الرياضي من موقع القدس دوت كوم. اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب أندية المحترفين بتوفير أسباب القوة من أجل الاستمرار في مسيرة الاحتراف الرياضي. الأهلي المصري يتوج بلقب بطولة كأس السوبر المصري بفوزه على فريق إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب. المدافع الإنجليزي جون تيري يتغيب عن المشاركة مع منتخب بلاده أمام نظيره الأوكراني ضمن تصفيات أوروبا بداعي الإصابة. تقارير إخبارية تفيد بأن المدير الفني لمانشستر يونايتد فيرغسون طلب من إدارة النادي إعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد إلى معقل الشياطين الحمر. ووكيل اللاعب الإيطالي جوسيبي روسي مهاجم فريق فياريال يؤكد أن موكله اقترب من الانضمام لروما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. أخيراً، الأمريكية سيرينا ويليامز تفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها على اللاعبة فيكتوريا إيزاريكا في المباراة النهائية. نهاية الموجز الرياضي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا القدس.com.